سؤال، انت او انت اللي كتفرج في هذا الفيديو هذا، كتخصص شي وقت لممارسة الرياضة؟ كتبذل المجهود الجسدي اللي كيخليك ترتاح في الليل، او لا كدوز النهار كامل في القراية 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 القراية؟ هتسمحوا لي غنوقف معاكم في هذا الفيديو هذا. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الاستعداد للامتحانات. الاستعداد للامتحان في الجانب المعرفي وفي الجانب النفسي لا يكمل إلا بالجانب الثالث، والجانب الأساسي الثالث اللي هو الاستعداد البدني. قبل ما نبدأ ونتكلموا على الجوانب الثلاث اللي غادي يخليو هذا الجسد مرتاح، خصنا نعرفوا بأن الإنسان اللي غادي يمشي يختبر محتاج الجسد ديالو يكون فايق ومصحصح ومرتاح باش يمشي يختبر. فاذا كان الجسد عيان اكيد ما غاديش تادي اداء مزيان في الاختبارات ديالو. فلهذا خصنا نتهلاو في الجسد ديالنا ونستعدو استعداد كامل في الجوانب الثلاث. اذا الجانب الاول وهو المعرفي تكلمنا عليه في الفيديوهات، وممكن ترجعوا تشوفوا الفيديو او في الوصف ديال الفيديو. الجانب الثاني وهو ايضا جانب مهم جدا هو الجانب النفسي، حتى هو ممكن تشوفوه في الفيديوهات او تنزلوا للتعليقات وغتلقاو الروابط ديال الفيديوهات كامله. كيفاش تيكون الاعداد البدني مهم ومساعد في الاختبارات ديالنا؟ هذا الاعداد البدني مقسم الى ثلاث اقسام غادي نتكلموا عليها فيما بعد. قبل ما نبداو التكلم على هذه الاقسام هذو، نبغي نقول لكم بان الاعداد البدني عنده نفس النسبة ديال الإعداد المعرفي، حيث أنت أو أنت بهذه الاختبارات هذو محتاج الجسد ديالك خصو يكون مرتاح باش تمشي للاختبار. إذا كيفاش غادي نخليو هذا الجسد هذا مرتاح؟ النقطة اللي غادي نتكلموا عليها اليوم وغنركزوا عليها هي ثلاثة ديال العناصر الأساسية باش نحافظوا على الجسد ديالنا. أولا، أنت في فترة اختبارات محتاج الى تغذيه صحيحه وتغذيه سليمه باش الجسد ديالك يستافد من هاد الماكولات هذه، زائد نشطوا الدماغ ديالنا باش يخدم بطريقه جيده ويساعدنا باش نحفظه مزيان. اذا اصدقائي، هذه الفتره هذه التغذيه ديالنا خصها تولي تغذيه منظمه. اذا كنت من قبل ما منظمش الغذاء ديالي، هذه هي الفتره اللي ننظم فيها الغذاء، لانني محتاج الى اكبر نسبه من الفيتامينات ومن الامور المفيده للجسم ديالي وللدماغ باش يكون الاستعداد ديالي المعرفي استعداد في قمه اللياقه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، خصني نحاول نضيف لهذا الغذاء ديالي المكسرات، نضيف الزبيب، نضيف الماء بكميه كافيه، زائد الفواكه. هذه العناصر هذه كتحتوي على بروتينات، كتحتوي على سكريات، كتحتوي ايضا على الياف، وهي ما يحتاجه الجسم من اجل اعطاء طاقه كافيه من اجل الاعداد المعرفي الجيد. فهنا شفنا التغذيه. الجانب الثاني اللي غادي نتكلموا عليه هو الحركه. كيفاش انت كتريني؟ كيفاش كتبذل المجهود؟ فانت كانسان فاش كتمشي كتبغي الجسد ديالك يكون مزيان، خصك انت تتحرك. المدة اللي كتحرك فيها خلال اليوم يجب أن لا تقل عن نصف ساعة أو 45 دقيقة، هذا المينيموم. تتكلموا على أقل حاجة. كاينين الناس اللي ما كيتحركوش كاع، هادو خصهم يتحركوا على الأقل واحد نصف ساعة يوميا باش الدورة الدموية كتحرك. وغادي نتكلموا على الفوائد في النهاية ديال الفيديو. انت فاش كتحرك بزاف ديال الامور اللي كتبدل في الجسم ديالك، كتخلي الدوره الدمويه كدور. هذه بالنسبه للناس اللي ما كيتحركوش. الخطير في الامر فين كاين؟ عند الناس اللي كانوا كيتمرنوا من قبل وفتره الاختبارات حبسوا التمارين ديالهم وركزوا على الدراسه. هذا خطا كبير جدا كيوقعوا فيه الناس. انت كانسان ولا انت فاش كتكوني كتوجدي الدروس ديالك، واش كتوجدوا 24 ساعه على 24 ساعه؟ ما كتوجدوش 24 ساعة كاملة. فانت هذيك المدة ديال الاختبار او المدة ديال الاعداد ديالك المعرفي كتاخذ منها واحد الساعة
كتمشي كدير واحد الجهد بدني اللي غادي يرجع لك بالمنفعه فيما بعد. متفقين؟ اذا كنتي ما كتحركش خصك تبدا الحركه ديالك، وانت اللي كنتي كتريني وحبستي في فتره الامتحانات خصك تكمل في التدريب ديالك. متفقين؟ النقطه الثالثه اللي غادي نتكلموا عليها وهي الراحه. انت تريديتي خصك ترتاح، كليتي ماكله مزيانه خصك ترتاح، قريتي خصك ترتاح. علاش الراحه مهمه جدا؟ لانك انت في الفتره ديال الراحه الجسم ديالك والدماغ ديالك يعيد ترتيب نفسه. فهذيك المعلومات اللي قريتيها فتره الراحه ديالك وفتره النوم هي فتره اللي الدماغ ديالك يعيد ترتيب الامور. زائد الجسد كيستافد من التغذيه اللي خداها وكيعاود يقاد العضلات اللي عيات في التمرين. فلهذا الراحه بمده كافيه مهمه جدا باش نخليو الجسد ديالنا في صحه جيده ويكون جاهز الى يوم الاختبار. هكذا تكونوا تكلمنا على الجوانب الثلاث الاساسيه. هاد الرياضي فاش غادي تفيدني؟ فوائد الرياضه كبيره جدا وكثيره وقد لا نحصيها في فيديو واحد. غادي نذكر خمسه ديال الاسباب اللي تخليك تنوض دير الرياضه. السبب الاول هو ان الرياضه كتعزز نشاط الدوره الدمويه في الجسم ديالك. فانت هذا الدم هذا اللي كيحرك الاكسجين اللي كيطلع للدماغ وكيهبط للجسم كامل، باش تعزز العمل ديالو خصك تنوض تحرك، خص الجسم يتحرك بواحد الوتيره سريعه باش كينظم هذه الدوره الدمويه. حاجه ثانيه اللي كتخلي ان الممارسه ديال الرياضه مهمه جدا وخصوصا في مرحله الاعداد للامتحان، ان الرياضه تعزز التركيز وكتنمي التركيز عند الانسان. النقطه الثالثه او لا الفائده الثالثه لهذه الرياضه هذه هي التنفس. وحنا عارفين بان التنفس هو الحياه، فاذا ما قدرتيش تتنفس مزيان فاكيد الاكسجين ما غيطلعش الجسم او ما غيطلعش للدماغ بالنسبه الكافيه، وبالتالي قله في التركيز، قله في الاداء الجيد للدماغ. رابعا الرياضه تساعدنا على تحسين وظائف الاعضاء الداخليه للجسم، تساعد على تحسين وظيفه الرئه، وظيفه الكلى، وظيفه الكبد، الطحال. هذه الاعضاء هذه اللي عندنا في الجسم كتقوم بالتصفيه وحنا ما كنشوفوهاش، الرياضه كتخليها تخدم بطاقه عاليه. خامسا الرياضه كتخلينا نرتاحوا نفسيا. نعم فاش كنمارس الرياضه وتيكون عندي ضغط وارق في الدماغ ديالي بقوه التفكير والمراجعه اللي كنراجع طيله اليوم، فاش كنمشي كنمارس الرياضه وكيولي عندي اعياء بدني، الجسم ديالي فاش كيمشي يرتاح الهم ديال الدماغ الوحيد في النوم هو اعاده الجسد للحاله الطبيعيه ديالو اللي كان عليها قبل التدريب. فلهذا الرياضه مهمه جدا من اجل الاستعداد للامتحانات باش نكونوا يوم الاختبار في صحه جيده ونقدروا نأديو ونجاوبوا على الامتحان بشكل جيد. اصدقائي كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في مسيرتكم وفي اختباراتكم، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي من اجل اعطاء بعض النصائح للوصول الى الامتحان بطريقه سلسه ان شاء الله. تبارك الله عليكم وبالتوفيق.